احتلال بغداد أسوأ واقع سياسي أنتجت له هذا الاحتلال. يعني احنا من تاريخ الدولة السومرية من تاريخ ملحمه جلجامش الى سقوط بغداد أنظمة الحكم السياسي أنظمة شمولية أنظمة تحاول بناء واقع هوية وطنية للشعب العراقي، وكل المكونات وكل الثقافات هو تذوب في الهوية الوطنية، تذوب في بناء مشروع يخدم الشعب العراقي. إذن الفترة 5000-6000 سنة لحد احتلال وسقوط بغداد الواقع السياسي واقع نظام شمولي استطاع في بناء حياة أفضل للعائلة العراقية، في بناء حياة أفضل للمجتمع العراقي. لكن مع الأسف بعد احتلال العراق من قبل الغزاة الأمريكان أدى إلى واقع سياسي لا نحمد عقباه، وهذا الواقع السياسي أنتج لنا واقع تردي خدمات، تردي بناء، تردي إعمار، ميليشيات، تعدد القرار السياسي، وأصبح القرار السياسي عند مثل بغداد يقول سفينة وملاليحة هواية. فإذن هذا الواقع أنتج لنا تردي في كل شيء. يعني احنا نسأل سؤال، يعني احنا من تاريخ ملحمة جلجامش إلى سقوط بغداد موازنة فلكية. يعني احنا من ناخذ مثلا البعيد من قريب، من تاريخ تأسيس الدولة العراقية في النظام الملكي إلى احتلال بغداد موازنة فلكية حوالي 200 تريليون دينار عراقي، 180 تريليون دينار. هل استطاع المواطن العراقي ملامسة هذا الواقع المالي الضخم في بناء حياة أفضل له؟ كلا. لو تلاحظ الدمار اللي صار بالبنية التحتية بالعراق ونهب ثروات العراق، وشوف الخدمات مثل الكهرباء والخدمات الصحية والمياه والشوارع وتبليط الشوارع وما إلى ذلك، تشوف تردى العراق على كل أنواع المستويات، المستوى الصحي، المستوى الخدمي، المستوى الثقافي، المستوى الصناعي، المستوى الزراعي. هسه حتى المي الموجود بدجلة والفرات أقل من النسب الطبيعية أو أقل من أقل نسبة المتفق عليها مع إيران وتركيا. هذا لأن الحكومات كلها ضعيفة وحكومات غير وطنية اللي تقود هذا البلد. نرجع بالنسبة للنظام السابق، احنا ما نمدح النظام السابق، وإنما النظام السابق كان نظام أهوج أرعن، قام بإدخال العراق في حروب عقيمة ما لها أي فائدة، دمر الثروة النفطية والعائدات النفط، ودمر الشباب الطاقات الشبابية اللي يبني بها العراق. احنا من نهائيا، بس الوضع هل تحسن بعد 2003؟ لا، الوضع اتجه إلى السوء وإلى أسوأ. ولحد الآن أكو بلد 20 سنة خدمة كهربائية ما علم أنه هو من البلدان المصدرة النفط، وثلث احتياط نفط العالم موجود في الآبار العراقية. نرجع على المي، نرجع على الصحة، نرجع على الثقافة، كلها نسبة التعليم، شوف هسه عندنا الجهل دا يزيد بين الأطفال مو الكبار. الأطفال هسه أكثريتهم دا يشتغلون بالشوارع، يكدون ويتعبون حتى يعيشون عوائلهم. هذا شنو سببه؟ سبب الفقر والجوع. فإذا الاستعمار من مصلحته أن ينشر الفقر والجوع والتخلف الاقتصادي والتخلف الصناعي. هذا شنو أنشأه؟ عن طريق بحيث يزجون بسياسيين سذج وسياسيين فاسدين للوصول إلى قمة السلطة وحكم العراق. الدولة العراقية والواقع السياسي بعد احتلال العراق أنتج لنا واقع تعدد في القرار السياسي، تعدد في بناء الهوية الوطنية. يعني هذا القرار السياسي أصبح مفكك. يعني الشيعة مسوين دولة، السنة مسوين دولة، الإكراد مسوين دولة، المسيحيين مسوين دولة، كلهم يتناغمون على مصالحهم، على هوياتهم، وليس يتناغمون في بناء هوية وطنية للشعب العراقي. ومن المآثر اللعينة اللي أنتج الاحتلال العراقي هو الحرب الطائفية
يعني احنا من ماكو احنا سني يقتل شيعي ولا شيعي يقتل سني، لكن الاحتلال الامريكي من خلال تفكك الهويه الوطنيه انتجنا الحرب الطائفيه 2006 وراح بها بالحوالي مليون انسان عراقي. عندنا الميليشيات مسيطره على القرار الوطني، يعني اي سياسي في العراق يجب ان ياخذ واقع ميليشيات وراي الميليشيات في انتاج اي قرار، وكذلك المذهب الديني يلعب دور في انتاج القرار الوطني. هاي نقطه. النقطه الثانيه يعني نشوف احنا الامم المتحده تقول بعد الاحتلال الامريكي تقول بان العراق اصبح ثالث دوله في اللصوص والفاسدين. هاي نقطه. اصبح اسوا جواز هو الجواز العراقي، اصبح لنا اسوا عاصمه هي في بغداد في المعيشه. اذا هذا الاحتلال الامريكي انتج لنا واقع سياسي وواقع اقتصادي ضرب على الواقع الاجتماعي للشعب العراقي، واحنا ما نعرف يعني اقدر اكون مثل ولا صديق يحكي لي يقول هم انهوا صدام، الاحتلال الامريكي اسقط وانهى صدام، لكن الاحتلال الامريكي اسقط وانهى المجتمع العراقي وضرب المجتمع العراقي واسقط المجتمع العراقي واسقط صدام حسين. الحقيقة بأن العراق عانى، توقفت المصانع، توقفت المعامل، أضاف إلى هنالك كثرة الاغتيالات والأضافة إلى ما حدث من طائفية وأمور كثيرة ابتعد العراق عن المحيط العربي. هنالك من سيطر على العراق مناصفة دولتان هم أمريكا وإيران، أضافة إلى أن أمريكا صراحة لنقول كانت السبب في تدمير البنى التحتية للعراق بسبب وجود القوة الأمريكية ودخولها بالمدرعات والهمارات والآليات الآليات، فبالتالي أصبح العراق في واقع مزري جدا، العراق أصبح يعاني. أضاف إلى هنالك عدم الاعتماد على الموارد الأخرى فقط على النفط، يعني نبيع نفط، نوزع رواتب، نبيع نفط، من الممكن أمور كلها. أضاف إلى هنالك التعليم في أسوأ حالاته، الصحة، الاقتصاد، مشاكل كثيرة تولدت، والعفو ولدت هذه المشاكل الكثيرة في زمن يعني عقدين من الزمن 20 سنة، ولكن لا توجد حلول. الحلول الكل الآن يحاول السيطرة على الحكومة، هناك منافذ حدودية، هناك مطارات، هناك موانئ، هذه كلها هي الآن في يد متنفذين. هذه هي حقيقة، هي لو كانت ليد الدولة لما وصلنا إلى هذه الحال. نحن أغنى بلد، أغنى بلد بالعالم، بلد ليس فقير، البلد الذي وارده من النفط 12 مليار دولار شهريا ليس فقير. إذا ماذا نقول لو كنا مثل الصومال أو جيبوتي أو أريتريا أو أحد الدول العربية؟ مصر، مصر هذه الدولة الكبيرة تعيش على القطن والأهرام. نحن لدينا أمور كثيرة، لدينا من الممكن الاعتماد على السياحة الدينية، من الممكن الاعتماد على أمور أخرى، ولكن للأسف لا يوجد تخطيط. الأمور خرجت عن المألوف، الشعب يعاني، نعم اقتصاد متدهور، وسيطرة بعض الأحزاب أضاف إلى أمور أخرى ما ممكن أن نعالجها الآن في برنامج دقيقة أو دقيقتين أو ثلاثة. نعم نقول هذا حال العراق، وصل إلى أمور متعبة جدا، الشباب يعاني بطالة، عطل لكل الشباب، السياسيين في حالة زعل ورضا، يزعل يترك البرلمان، يرضى يدخل إلى البرلمان، البرلمان غير ممثل للشعب أصلا، رسميا لا يمثل الشعب. لماذا؟ لأن البرلمان في وادي والشعب في وادي. الحكومة لدينا السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هو البرلمان، والتنفيذية الحكومة. بما أنه التشريعية ضعيفة، إذن الحكومة التنفيذية ستكون أضعف. موازنة لحد الآن لم تقر، وبعد 40 يوم يا سيد الكريم الأمور خرجت عن المألوف. نقول إن الله سبحانه وتعالى سيعطف على العراقيين في يوم من هذه الأيام ويعيد، لا نقول ما كان سابقا، ولكن يعيد البهجة والأمل للعوائل والشباب.
تعرض العراق. العراق بعد 2003 المواطن العراقي نفسيته تغيرت، بعد ما كان يشعر بالنوع من الأمان في بلده رغم أنه النظام كان غير ملبي لمطامح يعني طموحات الشعب العراقي، لكن الوضع كان مستقر نوعا ما. لكنه الحصار الجائر اللي ظل أكثر من 10 سنوات والاحتلال غير الحالة السايكولوجية والسيسيولوجية للمجتمع العراقي. المجتمع العراقي بدأ يتراجع في كل شيء، وهذا التراجع يعني تراجع بالدراسة بالعلم، يعني أقصد الجامعات تأخرت وبدأ اغتيالات للأساتذة الجامعات، بدأ اغتيالات للضباط الكبار الذين كانوا أدوا دور كبير في حماية النظام في مرحلة معينة، وما كان لهم إلا أن أدوا واجبهم. فالجامعات بدأت تضعف وتتراجع بدرجة كبيرة، زائدا المجالات أخرى سوى في ليس فقط في التعليم، في الصحة المستشفيات تراجعت، بدأ نهب وسلب الدوائر المهمة باستثناء وزارة النفط، وطبعا هذه بمباركة أمريكية أو برعاية أمريكية. يفترض كان أمريكا راعية التغيير، كان تفكر 1000 مرة بوضع العراق الداخلي، تهتم بشعب العراق بدلا من أن تجعل الأمور سائبة. احنا شفنا الحدود ظلت سائبة، واحنا نعرف الحدود العراق مع 6 دول، هي إيران دولة كبيرة وتتجاوز مساحتها مساحة العراق ب3 مرات مساحة ونفوسا، وكذلك تركيا، وأكو دول دخل العراق فيها بمشاكل مثل الكويت. الجميع بدأ يتربص العراق، وهناك مثل إذا سقطت الذبيحة كثرت السكاكين، فأصبح العراق بوضع يعني حالة شاذة. الشعب العراقي شعب أبي، يرفض الضيم، يرفض الاستبداد، بالإضافة إلى أنه يرفض الاستبداد يرفض الهيمنة على شعبه. فإحنا الشعب العراقي اللي كافح طوال 8 عقود من تأسيس سنة 2021 23 آب إلى السقوط كان في مرحلة بناء بالملوكية، تم بناء العراق المستشفيات وبناء الجانب التعليمي بالجانب الصحي جانب القضائي، توسع القضاء وبدأ يأخذ يعني مدايات صحيحة وتطبيق القانون بصورة صحيحة. هاي الحكومة الحالية هاي ما جت بانتخابات أخي العزيز، هاي الانتخابات أنا أقولها إن حضرنا لا نعد وإن غبنا لا نفقد، وأقولها بصراحة هاي ما جت بانتخابات، هاي اجت بالعفرة بحيل الصدر أخذتها، ما اجت بانتخابات لأن فشت بالانتخابات. فإذا دليل على ذلك الشعب الراح ينتخب والمراح هم وعدهم واحد، إذا يروح ينتخبهم ما معناه هم شرعيين، وأنا أقولها أنتم مو شرعيين ترى بالله العظيم، بالقانون الدولي أنتم مو شرعيين وأنتم حرامات تحكمون البلد هذا. وشنو أخي السلبيات اللي راحنا الإيجابيات؟ ماكو إيجابيات. أنت تتصور إحنا قبل أسبوعين باب مجلس النواب طلعنا إحنا كمتقاعدين نطالب بحقوقنا، نريد زيادة مثل ما وعدنا رئيس الوزراء. رئيس الوزراء قال راح نزيد رواتب المتقاعدين، رحنا نطالب، ضربونا بالهروات بخراطيم المياه الميحار بمسيل الدموع، هذا ما ممكن، هذا قمع، هذا إرهاب. كلنا وبعد التغيرات التي حصلت في العام بعد 2003 كلنا كنا نحلم بوطن حر وشعب يعوض ما فات وما عاناه خلال السنوات الماضية، من ليس في خلال 35 سنة الأخيرة، بل حتى منذ تأسيس الدولة العراقية في 1921 المعاناة هي ليس هناك أي تغيير طرى على المجتمع العراقي نحو الأحسن والأفضل. هناك الكثير من البلدان والدول تطورت تطور سريع وأصبحت يشار لها بالبنان، خصوصا
بعد أن استغلت الجانب الاقتصادي وهو الثروات الطبيعية، ولا توجد في كل الدول المجاورة والقريبة للعراق ثروات طبيعية مثل ما موجود في العراق من شماله وحتى أقصى جنوبه. ولكن تعاقب الحكم السياسية والأنظمة السياسية والتي دائما ما تأتي عن طريق المحتل، كل هذا أضاع الجهود وأضاع الخيرات وأضاع الثروات التي كانت أن تكون لمصلحة المواطن العراقي. لذلك الكل عانى والكل وجد صعوبة ومعاناة كبيرة جدا بعد 2003، خصوصا في السنوات الأولى، لعدم وجود تخطيط استراتيجي بعيد المدى، لعدم وجود خطط سنوية تعالج هذه المشكلة الكبيرة. أيضا الحكومات المتعاقبة منذ 2003 ولحد الآن لم تهتم بالجانب الصناعي والجانب الزراعي وغيرها، لذلك وجدنا البطالة، وجدنا الخريجين يعانون كثيرا. أيضا الدولة أخطأت خطأ كبير خصوصا في مجال التربية والتعليم، عندما فتحت المجال للكليات والجامعات والمدارس الأهلية، حيث يتخرج المئات بل عشرات الآلاف سنويا في الوقت الذي هؤلاء كلهم هم زيادة في الجانب الاقتصادي، وأيضا مؤثرين تأثير كبير على الموازنات السنوية للحكومة العراقية، لأن الدولة العراقية اعتمدت على الجانب النفط فقط، وأيضا بعيدا عن التخطيط والاستثمار الحقيقي، لأن الشركات الأجنبية هي من استثمرت النفط والثروات العراقية. لدينا ثروات البترول كثيرة، لدينا الأسماك، لدينا الزراعة، لكن كل هذه لم تستثمر بصورة صحيحة. المصانع تعطلت، المعامل تعطلت، الورش تعطلت، الجانب الاقتصادي مهمل بشكل كبير جدا، كثرة الفساد، سيطرة الميليشيات والأحزاب على الكثير من الوزارات، ولذلك لا يوجد لها تخطيط استراتيجي يهتم بالموارد البشرية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. هذا الجانب أثر تأثير كبير على الحياة اليومية للمواطن العراقي. كلنا ونحن نعيش في الجانب الاقتصادي نعاني كثيرا من ناحية صعود وهبوط العملة، إذا كانت العملة المحلية أو الدولار، وربط العملة العراقية بالعملة الأجنبية خصوصا الدولار أيضا له تأثير سلبي كبير. يجب أن يكون هناك شيء من الاستقلالية للاقتصاد العراقي. الحكومات العراقية، ونحن الآن نعيش في هذه السنة والذكريات التي تمر علينا، يجب أن تكون لديها خطط بعيدة المدى من أجل إعادة الحياة للجانب الاقتصادي، والجانب الاقتصادي هو من يعطي الحياة السعيدة والحياة الحرة للمواطن العراقي. الخيرات الآن تذهب إلى بعيدا خارج الحدود، العملة، الاقتصاد، البترول، التمور، الزراعة، المصانع، كل شيء الآن مع شديد الأسف هو ليس في مصلحة المواطن العراقي. كل الغريب يستفيد ونحن فقط نتفرج نعاني. شخصيا على المستوى العمل لدينا هناك معاناة، رغم أننا نعمل في جانب بيع وشراء الكتب وتبادل المعرفة، هذا أيضا أثرت علينا الظروف، وخصوصا الارتفاع الغير مسبوق للدولار خلال الفترة الماضية، ولحد الآن نعاني مع الله أكبر. والله يا أشعر لحد هاي اللحظة احنا نباوع يمكن انا حسب اعتقاد اباع للأسوأ راح يصير اذا بقت الاحزاب والميليشيات والفصائل المسلحة مسيطرة على البلد ومسيطرة على العراق، يمكن تصير للأسوأ. وان شاء الله احنا شو نريد؟ احنا نريد انتفاضة شعبية، انتفاضة الشعب. الشعب ليش ساكت؟ تشوف انت صعد الدولار ذيك فترة، اجى صعد الدولار ونزل الدولار، يا الدولار هو شنو؟ انت وطنك انباع، العراق راح من عندك، انت الدولار اذا صعد واذا نزل هو شنو الصعود والنزول؟ نريد ثوره، يعني شلون تشرينيه
ترجع مثل تشرين هاي الحلوة مال 1/10 و25/10. نريد شعب يطلع، شعب يريده يوعى على نفسه، يشوف الظلم والجوع. يعني انت بشرفك بيا وقت بيا زمن العراقي يلم قواطي، يلم قواطي ويبيع له كارتونات، له خبز يابس، له يعني. هاي ما ممكن اخي العزيز، ما ممكن هاي تصير، هاي كلها من وراء السقوط. فان شاء الله العراق باقي، العراق بلد الجميع ان شاء الله. من بعد السقوط لم تكن هذه الحكومات جادة في إصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بل هي كانت يعني حكومات فاشلة بامتياز، جلبت للعراق الدمار والخراب وسرقة الأموال والفساد الكبير والإرهاب الذي أتى إلى العراق. يعني طبعا هذه الأحداث هي أحداث مأساوية كارثية بامتياز، أنه العراق الذي يجب أن يكون عراق يعني متحرر متقدم من جميع النواحي، لكن كان العراق يعني من بعد 2003 هذه الحكومات حكومات محاصصة وحكومات طائفية بامتياز، يعني دمرت الشعب العراقي، دمرت العراق، لم تكن لها أي نية في الإصلاح وفي تقديم الخدمات، بل كانت يعني حكومات يعني فاشلة. هناك تناحرات سياسية، هناك يعني قضية مأساوية النازحين الذي يعني في محافظات صلاح الدين والأنبار وخاصة في نينوى، يعني هؤلاء النازحين يعانون ما يعانون، يسكنون بالمخيمات التي لا تقيهم من حر الصيف وبرد الشتاء، وهم يعني تاركين يعني بيوتهم وأرضهم، ولم يكن هناك نية جادة من الحكومات في إرجاع هؤلاء النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وخاصة أنه مطالبات كثيرة من النازحين بأن يكون لهم عودة إلى مناطقهم، عودة إلى أرضهم. أيضا هناك تقصير من الحكومة في دعم هؤلاء العوائل النازحة وبمبالغ كبيرة حتى يمكنهم من العيش بطمأنينة ويعني بإنصاف. هذه يعني مأساة للنازحين أن يكونوا بعيدين عن أرضهم وعن مناطقهم، وهذا ما شاهدناه في جرف الصخر والمناطق في صلاح الدين وفي الأنبار وفي نينوى، اللي لحد الآن فيها نازحين كثر متوزعين في مناطق إقليم كردستان. فيجب الاهتمام بالنازحين اهتمام كبير وإرجاعهم إلى مناطقهم الأصلية، ويعني مساعدتهم في الحياة ليكون حياة لائقة وكريمة. لا أخويا ولا أخويا. حقيقة بعد دخول الاحتلال الأمريكي وسقوط بغداد كنا نأمل أن نبدأ صفحة ديمقراطية مثل ما صوروها الأمريكان، وفي الحقيقة يعني اتضح أنه لا توجد معارضة مثل ما صوروها، لأن المعارضة لديها برنامج ولديها يعني يفترض، وحين الشروع بتولية بريمر كحاكم مدني للعراق
كأنه رجعنا على نظام المندوب السامي البريطاني أيام الانتداب البريطاني على العراق في عشرينيات القرن الماضي. تحكموا في كل شيء حتى في كتابة الدستور المقيت، لأنه لا يوجد في الدستور العراقي كلمة الشعب العراقي، توجد مكونات، وهذا خطر على مستقبل وحدة العراق. كل عاقل فصيح وراشد، إنسان راشد في العراق، يهم بلده ووحدة بلده. الاحتلال الأمريكي يسعى إلى أضعاف العراق، وفي نفس الوقت عند كتابة الدستور وقعنا في إشكاليات كثيرة مما نتج عنه تضارب بالمصالح الفرعية مع مصالح العراق الوطنية العليا التي لا يعلو عليها أي شيء، مثل وحدة الأرض ووحدة الناس ووحدة المصالح المشتركة، مع أنه الحقوق موجودة وبالإمكان حلها. واعتمدوا يعني، والاستعمار والاحتلال شي يريد يفتت قوى الشعب، فاعتمد على الطائفية واعتمد على العرقية. العراق بلد نفطي، يعني بلد خير، بلد أرض زراعية منذ آلاف السنين. بسرعة انتهت الزراعة، بسرعة انتهت الصناعة، صرنا دولة ريعية ننتج نفط ونعيش على واردات النفط، وهي جريمة في حق العراقيين الذين عبر التاريخ هم مساهمين في صنع الحضارة في بابل، في سومر، في بلاد آشور، حتى في زمن الدولة العباسية كانوا العراق بلد زراعي ومصدر للمحاصيل الزراعية، زين، وله استقلالية في القرار. الآن ما لا يوجد قرار أساسا. احنا اليوم في ورطة، يعني شعب مطالبه شكل، والقائمين على العمل السياسي مصالحهم الذاتية هي التي تعلو على أي شيء، ولذلك هذا التفاوت يجب أن نقضي عليه. احنا حتى دور المثقفين غير فاعل، يعني إذا تأخذ اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، يعني كلهم روائيين وشعراء وكتاب، يعني ما يأثرون بالعراق اليوم. الأكاديميين اللي هم الطبقة العليا في المجتمع معزولين ويتحذرون من الإدلاء بآراء جليلة وقديرة. يعني بالإمكان أن ننقذ هذا البلد لو وضعنا مصالح العراق الوطنية العليا باستطاعتنا أن ننفذ إلى عصب مسؤولية القائمين على السلطة. اليوم يعني يجب أن ينتهي السلاح وينتهي دور ترهيب هذا الشعب. شعب تعب من الفقر ومن الفساد ومن الظلم، وحتى أن اليوم احنا يعني مستقبل أولادنا ومستقبل بناتنا غير واضح.